ليشك عملتوا بالمخلوقة ليشك؟ شكرا يا حبيبتي، سمنانة كتير يعني، ديري بالك على حالك شوي. ايه حبيبتي، باي. هلا بدك تجي؟ عندي طبخ، ماني فاضية. رفيقتي فيفي. ايه حبيبتي، والله جوزي هون بالبيت، تخجلي منه؟ طيب طيب، خلص تفضل، يلا بس بسرعة حبيبتي، الله يوفقك، يلا سلام. هلا، السلام عليكم عمي. لك يا الله حبها. شو يا الله؟ ان شاء الله يا فيت، كثير غليظة عم تنطر. ان شاء الله خليني انا اروح، الله يوفقك. بابا وانا بدي اروح معك. انا بدي اروح، بحب يروح. على كيفكم؟ مالي هيك بدكم تتركوني لحالي؟ شو ساوي؟ بابي كثير قدام. هلا بتقعد تقول لي انت سمنان وانت ضعفان ومدري شو، طالع لك كرش ومدري شو. يا الله حبابي. وايه انا بتقول لي انت كسلان ومدري يعني بتتركوني لحالي انا؟ عمي انا مالي دخل. يلا السلام عليكم. يا لك تعال هون، وين رحت؟ لك تعال هون. لك دنيس تعال هون. حباب تعال، وين رايح؟ خلص بعدين لك خليك بكل شافتك. ماشي يلا، تصبح على خير. يا الله دنيس حبيبي، انا مول ماما وبتحبني؟ ما بحبك بس فيك كثير غليظه. حباب يا ماما مجاني، الله يوفقك، خليك معي حباب. ما عندك فهم، أنا. لك خلي لي الأبضايات، أنا خلي لي. يلا فوت نجهز للضيافة مشان تروح بسرعة. يلا زيكا، هلا بدي فيت الماء غليظة نعمل فيها مشاكل ونقلعها. ماشي دنوز، رح نخليها تشوفنا بمنامة. يلا زيكا أنا جاهز. يلا ليك دنوز، إيش تعمل دق الباب؟ تعال خليك معي حباب، تعال. يلا جيتك في جيتك. ليشك يا حبيبتي، طولت ولا فتحت الباب؟ اهلا وسهلا يا قلبي، كان زكزوك عم يبكي والله، هيك زكته. فوتي تفضلي. اهلين حبيبتي، فوتي. ليشك سمنانة، ليش كثير سمنانة؟ ليش ما عم تديري بالك على حالك؟ سمنانك ما ولدت من كم شهر، لسه ما لحقت يرجع جسمي، معلش شوي برجع بنحاف. كثير يا حبيبتي سمنانة كثير يعني، ديري بالك على حالك شوي، رح تنفجري. استغفر الله العظيم. تمام خلص، انت شو بدك فوتي، خلص شو بدك، انا بلحق حالي، ما تخافي فوتي. البيت في غبره، كانه حاطه كمامه، هيك ريحه البيت غبره كلها. انت من نظافه انت، فوتي. ايوه يا حبيبتي، هذا دنيس ابنك، ما شاء الله كثير كبران. شايفة كبران ما شاء الله دنيس. بس هيك ليش هيك صار اسمر يا حبيبتي؟ مين طالع هيك اسمر؟ هلا هذا اسمر، دنيس اسمر. ايه والله حبيبتي، ليكي مسمر طالع. شو اسمر؟ شوف ما احلامه، ابيضه شقلفت. يلا سلم على الخالة فيفي، سلم. مرحبا خالتي فيفي. خالة جايتنا غليظة. فوتي تفضلي. تخلصها، انا بشوفك. تحملها، لا بتتحملها. فوتي حبيبتي، تفضلي. حبيبتي ليش هيك كنباتك؟ ما نشحات، ليش هيك بيتك وسخ؟ لك بدي يغيرون لي الكنبايات، والله وصلت على جداد، بقى لهيك انه تاركتون. عدي ارتاحي لك، والله المكنسه صار لها كم يوم عاطل، هلا ما عم تتصلح. خلص نفضت لك اياها. عدي تفضلي. الله يصبرني على هاليوم. كيفك حبيبتي، شو اخبارك؟ تمام حبيبتي الحمد لله، مشتاقت لك. انت شو اخبارك؟ الحمد لله منيحه. هالدرسان جوزك وينه؟ مو قلتي لي بالبيت؟ اي والله بالبيت كان، بس طلع مشوار شوي راجع. ايه ماشي. يلا حبيبتي، رح ساوي لك فنجان قهوه واجي نكمل حديثنا. تمام، جيبي لك كاس مي حبيبتي. تكرم عينك. ريحتها ما تكون مزنخه وانا لا، تكرم عينك. يلا حبيبتي، يلا ما تتاخري، لا ما تكون مريئه، ها خلي ياسميك يا حبيبتي. تمام، تكرمي. يلا شوي بتكون جاهزه، جاي تشرب قهوه. تعال ماما، تعي معي وانا اسوي لها قهوه. شايفه كثير خليفه. خلص يا ماما، خلص روق، روح على سوي لها قهوه. تعرف ليش انت تسوي قهوه؟ هي ما بيعجبها العجب، هي ما بيعجبها اي قهوه او اي شيء. اتاكله وخلص روحه. طيب ماشي، يلا يا حبيبي بس لا تطول، الله يوفقك، خليك تشرب بسرعه وتروح. ايه خلص تمام. يلا يا عمري انت خلي لي اياك، والله ما في منك، مو مثل ابوك تركني وراح. اذا بدي قهوه سمي هذه، سوي لك اطيب قهوه. صارت حبيبتي فيفي، احكي لنا شو اخر اخبار بالحاره؟ والله يا حبيبتي هاي ام احمد قتلت هي وجوزها، وصلت بيناتهم للطلاق. ام احمد؟ ايه، ومصطيف. ايه
جوزة طلع متجوزة لي وحدة تانية. يي عن جد يي يا حرام، مع انه حبابة هي. يلا يا دينيس جهزت القهوة؟ حبيبتي شو دخل ابنك بالقهوة؟ هو عم يسويها؟ ايه هو عم يسويها، كتير قهوة طيبة دينيس، هلأ دوقيها. انا بدي اشرب قهوة الشغلولات. ايه هلأ هلأ دوقيها، كتير كتير طيبة. يلا يا دينيس خلص قهوة بسرعة. انا خلصت. هاي قهوة شم مردين جاهزة، رحت لك كتير كتير تندم. يلا القهوة جاهزة، قهوة جاهزة. ها أجد النوزة، تعال يا عمري تعال. يلا لك الخالة فيفي عم تستناك. الله يعطيك العافية. أنا بحياتي ما شربان قهوة من إيد ولد، بس معلش رح جرب رح أشرب. دوقية دوقية، ما تتحكمي عليها أبد. ماشي رح دوقها. سلم إيديك يا حبيبي. ليش هيك ما معبي الفنجان مزبوط، معبي نصه؟ بجوز خاف يكب على الأرض. لك شربي شربي. أنت وهالكمامة. لك شبك شبك، شو صار لك؟ شوفي شادي اللي حاطه فيه ملح. لا ادري ولك شادي اللي حاطه فيه، كان فيه ملح. حتى الدم مش مالح. لك انت تكوني اكل شيء مالح قبل القهوه. حبيبتي والله دوقي حاطه فيه ملح. هاتي دوقيني. لك شو هاد يا دنيز، لا تكون حاطه ملح بدل السكر. معلش معلش حبيبتي معلش، هدول ولاد ولاد معلش، هلا بساوي لك غيرهم. خلص خلص حبيبتي، ما بدي عرفتوني، ما بدي اشرب قهوة. خلص خلص بلا القهوة بلا. لك دينيز ماما ليش عم تعمل بالخالة؟ ما بصير يا ماما عيب. تخلي لك يا تطفش. عن جد يا ماما، هلا انت هيك بدك تخليها تطفش؟ ايه عندي خطة خطيرة. هي عن جد منيح قلت لي مشان ساعدك، بركي عن جد ما عاد تجي لعنا، والله ضيقت لي خلقي. شايف شو نفسيتها هيك بشعة؟ خلص عنا تقلي شو المخطط وانا بساعدك تمام؟ يلا شو الخطة الثانية؟ خليها تقعد على الشباك وانا جاية. ماشي يلا رح خليها تقعد على الشباك. يلا فيفي حبيبتي شو رايك تهدي هون على الشباك؟ لك الاطلالة ما احلاها. قومي قومي تتسلي. ماشي رح اقعد. يلا حاول يلا اطفي لي اياها لهاي، زبطي لي الكلام. تمام تمام تكرمي. عندكم غبره بالبيت قاعدين مصنع شبينتو. خلص خلص مشينا اياها، بكره بس جيب الكلمات الجديده رح اعزمك لعندي احلى عزيمه. ايه شو في اخبار بالحاره كمان؟ لك رفيقتنا نور شو صار معاها؟ سافرت لعند جوزها يا حبيبتي وسلمان. كيف عم بصير بيناتهم مشاكل؟ عن جد على الامارات محل ما كان جوزها؟ بلا ايه. يا حرام والله اخبار حزينه. عم يتقاتلوا. الله يعين الناس. لا حول ولا قوه الا بالله. يلا انا رايحه اشوف شي ضيفك يا حبيبتي. ما تعزمي حبيبتي ما تعزمي. ما بدي. لا ما ما لازم نقوم بواجبك. لا لازم نقوم بواجبك. لا لا ما بصير. يلا حبيبتي. والله دنيت عنده خطط رهيبة. شو اللي ياسمين هاي سارة بيتم أنهين كله غبرة. شو الصوت؟ شو الصوت هاد؟ لك شو بهاي غطنت غطنت فوت فوت ولا لك شو عملت فيها؟ فوت فوت. لك لك فيفي فيفي لك فيفي قومي. بسم الله الرحمن الرحيم عليكي. لك فومي قومي فوت ولا فوت. خلص جلط طلع المخلوقه. فيفي حبيبتي فيفي بسم الله عليك. شو شو لك شو لك لك هاد دريز عم بيمزح معك عم يمزح معك. شو عم يمزح معك؟ فوفني انا اوفا ما حبيت دريز ما حبيت صار كثير مزي. لك لا لا هو حب يمزح معك وحبك لهيك عم يمزح معك. لك فوت فوت يا ماما فوت. خطط لي على قلبي يخرب بيته. جيب لك الدكتور فيفي جيب لك. ما بدي شيء بدي شهادتي. وإذا بتحبي تروحي على البيت ترتاحي روحي. حبيبتي بدي أشوفك بدي أشوفك. معلش معلش ترجعي بتشوفيني مرة تانية. روحي روحي. لا حبيبتي معلش ارتحت. ربي طيب طيب تمام رح أجيب لك مي. ماشي حبيبتي جيبي لي. A few moments later. ماشي أنا بفرجيكي. طلعي الصابونة. كيف أحلاها؟ شو دنيز؟ يلا يلا جاي. شو دنيز؟ شو دنيز؟ شو في ماما؟ شو بدك؟ بدي اياك تصيحي لتجي لهون لبجا. لهون؟ ليش؟ خلص عليك خلص عليك. طيب ماشي يلا رايح اصحى لها. فيفي
فيفي حبيبتي بدي شوفيكي شغلة جبتها بالبيت. أمي أمي جد حبيبتي؟ ايه بدي شوفيكي غرفة كتير حلوة. أمي مشي حبيبتي مشي مشي معي. تعي تعي يلا. بسم الله عليك بسم الله عليك يي بسم الله عليك. شو صار لك شو صار لك؟ صار يوجعني لحمات الفمر. شو صار لك؟ يي بسم الله عليك. ليشك عم انت بالمخلوقه؟ ليشك يا لك ليشك يا زكزوك ليشك؟ اخ يا ربي ليشك عم تعمل بالمخلوقه؟ بعد لك انت يا زكزوك ليش على الاقل عليها طاقيه؟ قومي قومي لك سكتك. قومي قومي روحي على بيتك. قومي قومي لك وصل لك شيء تكسرتي لانه بدنا فيكي. قومي قومي روحي على بيتك. قومي ساعديني الله يوفقك ساعديني. أمي 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 افتح لها الباب للخالة خليها تروح خليها تروح. ما بدي روح بدي تسطح الديوانة شوي. لك شو تتسطحي ما تكوني مكسرة هلا نبتلى فيكي. الله يوفقك سطحيني خليها تسطح الديوانة شوي. يا ربي طحي بعيني الله عليكي. بسم الله بسم الله. هدول مكعبات الوقعان زكزوك. معلش هذا ولد ولد شو هذا هاي؟ لك هذا ولد ولد ما بفهم. ربيتوا كسرتوني روح سالي بدي تسطح شوي. تبعي تسطحي شو بدي نخلص منك ما بعرف. سطحي بس ما يكون كسر فيك شي عضبة نبتلى فيكي هلا. كسرت يا الله دخيلك. اخ رجلي كمان انبعجت. شو فيفي صار لك شي؟ عظامك سليمة صاغة سليمة؟ كسرت يا حبيبتي صار يرجعوني هوني. امي امي روحي على بيتك. امي عم يرجعوني كتافي ما فيني شي. لا ما فيني خلص رح اكيد ماشي ماشي. يلا امي امي عدي جلسي. ما جبتي لنا فواكه؟ بدك فواكه كمان تكرم عينك. يلا ترى بخيلة ما عم تضيفينا. ايه يلا تكرمي رايح اجيب لك. يا حبص فيك يا عم علب يا فيفي خليك اتصل شيء والله فاجية هاي خالته فيك. لك يبحث لك هذا النز من وين بتجيب هاي الأفكار الخزعبلية؟ خالة لا ترب علي انت كثير مزي لا ترب علي. خالة بدي شوف لك لو حدا بدي حلو. شو صار عم تشتروا ذهب مزنقلين شوفينا نشوف. شبك فيفي شبك؟ عارف بدك شو بدك بوشي؟ شو بخيت بوشي الخالة؟ بخيت صابون. صابون؟ ما فيها صابون. ايه عيونك صار حمر. لك أمي أمي روحي على الدكتور أمي. بدي أكل فواكه. بدك تاكلي فواكه؟ يا ربي راح أجيب لك فواكه. أرسل لهم شي عيونك بس. أرسل لهم شي. يا ربي كيف بدك؟ أرد عندك أنا شو فيك؟ أنا شو فيك يا دريز يا أرد؟ يا ربي هاي كيف بدنا نطفشها؟ جمعة بدك تشوف بدي بقلعك. ما عم بتروح مد سوينا في ألف قصة ما راحت شو بدنا نعمل؟ فكر فكر بما حط له فواكه. دينيز ماما يلا بين ما أعطي الفواكه بدي إياك تكون ملاقي خطة شريرة تمام؟ خلص هلا المرة بدك تطفشها على الأخير. خلص ما عدتك لهم. يلا أهلا وسهلا بفيفي خانو. مين حبيبتي؟ تفضلي هاي فواكه. أخ يا راسي يا خيدي. لك إذا فيك شيء خلص روحي يا. ما فيني حبيبتي لا ما فيني. يا ربي. تفضل تفضل. شيل الكمامة مشان الغبرة اعطيني كيس حطهم فيه. بدك كيس حطي فواكه كل يوم ها؟ طيب خلص. يي لك بعطيكي بعطيكي غير يا حبيبتي تمام خلص ماشي. يا ربي. زيكو بدنا نعمل خطة سوا. راح اصيح انا وياك مثل المياني. يي اجا هاد الارض المأزي. فضل الله والنبي شو صار هذا الارض؟ بسم الله شو صار عندك شو مسكون؟ بسم الله خلي 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 الله شكلي بعد عني بعد عني بعد بسم الله شو مر هذا الولد؟ تعالي شوفي هنا الله يوفقك يا ياسمين. ليه؟ فضل الله والنبي شو الأصوات هاي؟ ولي ولي قلوا الله واحد.
شبك شبك في شبك هذا صوت خوف. اي والله عم يطلع من بيتنا اصوات. نحن هيك صار في شب بيتكم؟ اي والله اليوم مسكونة او شيء؟ اي والله عم يطلع اصوات هيك من بيتنا. عنجد يا حبيبتي؟ اي والله نحن شاكين انه مسكون. اصلا مره غرفه دينيس كانت مسكونه ومن فتره فات علينا شبح. العاب دينيس كمان مسكونه كثير كثير. عنجد العاب دينيس؟ اي كثير كثير صاير عندنا قصص. ليش شو ساوي انا؟ اذا بدك تروحي على بيتك روحي روحي. لك امي امي روحي على بيتك لا يطلع لك هلا شيء جني يسوي خاطر على قلبك. خليكي جنبي خليكي جنبي الله يوفقك معلش. يا ربي خليكي جنبي. يلا يلا. قل هو الله احد. شو هاد؟ قولي قولي فضل فضل الله احد. لا تأذون انا بعزيكم. قولي قولي روحوا له تعالوا. خلص روحي صار لي ساعة بقول لك روحي روحي خلص. نسحت القطة. قولي هلا بحياتها ما فكرت تجي. الحمد لله يا ربي يا رب ما عاد تجي خلص والله من كثر خلاص تكرهتها والقوه وشفت قديش عملنا فيها وما راحت. بس يا خساره كانت تنقلنا اخبار الحاره. يلا بنناقص بنناقص حكي زياده. ثاني ما تزعجت بس اللي يو ابو شي الابضاي انا. A few moments later. اعطوني كلاشتي الله يوفقك اعطوني كلاشتي. لك دينيز هي نسيت كلاشتها كيف نعطيها؟ استنى ما استنى ما راح تستلعي هذا التعب. يلا يلا روح شي روح شي بس تلاقيها يلا حسن ما ترجع تجي يلا. ولك خدس ما تكون العلاج. واخيرا خلصنا منها لهي الضيف الغليظة. طبعا ماما يا برافو عليك والله انت بطل. وهيك بكون خلص الفيديو. اذا عجبكم لا تنسوا حط لايك واشتراك. شوفكم فيديو جديد باي. حطوا لايك قلوب.